جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر. حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1863 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 19 مديرية أمن، ومصرع 7 عناصر إجرامية والسابق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها قتل، سرقة، مخدرات، سلاح. وضبط معهم 1156 قطعة سلاح ناري، من بينها 171 بندقية آلية، 256 بندقية خرطوش، 47 مسدسا، 678 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 287 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 5045 قطعة سلاح ناري بحوزة 4266 متهما، أبرزها 826 بندقية و 424 بندقية آلية و 253 مسدسا و 3537 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و 525 خزينة، إضافة ل 7108 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 61 تشكيلا عصابيا ضموا 223 متهما قاموا بارتكاب 362 حادث سرقة متنوع. كما تم ضبط 815 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 313 حادث ما بين خطف وقتل وسرقات بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 522 متهما، كما تم إعادة 17 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,383,635 حكما قضائيا، من بينهم 9,856 حكم جناية، منها 13 حكما بالإعدام و 482 حكما بالسجن المؤبد و 727,289 حكما جزئيا و 135,414 حكما مستأنفا و 1,173,835 حكم غرامة و 337,241 حكم مخالفة.